اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. ترند الترند النهارده عندنا ثلاث موضوعات بثلاث عناوين، وطبعا اهم عنوانين فيهم هيكون متعلق بجمهور النادي الاهلي، واحنا برنامج بالتاكيد مهتم جدا بالسوشيال ميديا. اول حاجه في رسائل دعم من جماهير النادي الاهلي للفريق قبل مباراه يوم السبت القادم، وده ظهر من خلال اكتر من هاشتاج خلال الساعات الاخيره كان موجود عبر تويتر بالتاكيد على مباراه الترجي التونسي يوم السبت القادم. بنتكلم ان كذا هاشتاج تصدروا ترند او كانوا ترند عبر تويتر خلال الساعات الاخيره. بنتكلم على حسم الصعود يا ابطال، كان ترند رقم واحد على تويتر، واحسمها لجمهورك يا اهلي، ترند رقم اثنين على تويتر. بالتاكيد جماهير النادي الاهلي في ظهر الفريق وبتدعم الفريق وعايزه تكون مع الفريق باي شكل من الاشكال، اي مباراه داخل مصر، اي مباراه خارج مصر، وجمهور النادي الاهلي دايما بيضرب المثل حتى لو الظروف ما بتسمحش بحضور جمهور، على طول بيتحرك من خلال السوشيال ميديا لانه عارف ان لعيبته وكل الناس بتبقى متابعه السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. فلما تبقى هاشتاجات زي دي ومتصدره ترند داخل مصر قبل المباراه، وفي فتره من الفترات كان في كذا هاشتاج برضه تصدر الترند العالمي في فترات سابقه، جمهور الاهلي بالملايين يا جماعه داخل مصر وخارج مصر وفي الوطن العربي، فكان الاساس في هذا الهاشتاج هو الدفعه المعنويه الكبيره، حسم الصعود يا ابطال واحسمها لجمهورك يا اهلي، وباذن الله الاهلي هيحسمها رغم كل المعوقات والصعوبات اللي بتواجه الفريق على مدار مشوار البطوله، لكن الاهلي باذن الله هيقدر يعمل مباراه كبيره يوم السبت القادم. طيب الجزئيه الثانيه وهي متعلقه بتصريحات الاستاذ احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره او رئيس اللجنه الثلاثيه عن الحضور الجماهيري لمباراه الاهلي والترجي والتصريحات اللي خرجت بالامس. يمكن انا مش هتكلم في تفاصيل ومش هدخل في معلومات في هذا الامر، لان طالما حضور جماهير وقرار متعلق بتعليمات امنيه وتعليمات طبيه، طالما مفيش تصريحات رسميه خرجت من الوزاره فمش هقدر اتكلم في هذه التفاصيل. لكن لما اتحاد الكوره من خلال احمد مجاهد طلع اتكلم في التفاصيل دي امبارح، اكتر من موقع نقل هذه التصريحات وكان في ردود فعل. من خلال موقع بطولات نقل عن مصدر في وزاره الشباب والرياضه، بيقول ايه المصدر؟ اتحاد الكوره لم يبلغنا بموقف الحضور الجماهيري، وتفاجأنا من التصريحات الأخيرة للمهندس أحمد مجاهد بشأن رفض حضور الجماهير، والساعات القادمة قد تشهد انفراجة حتى لو بالموافقة على أعداد محدودة. ده من على الشاشة، ده على عهدة موقع بطولات. مصدر في وزارة الرياضة بيأكد أن اتحاد الكرة لم يبلغ الوزارة بالموقف الحضور الجماهيري في لقاء يوم السبت القادم، والمصدر بيقول ان الوزاره اتفاجئت من التصريحات الاخيره بشان رفض الحضور الجماهيري من خلال رئيس اللجنه الثلاثيه، وبيقولوا بياكدوا على مسؤوليتهم ان الساعات القادمه قد تشهد انفراجه حتى لو بالموافقه على اعداد محدوده. مش هدخل في تفاصيل، احنا نركز في المباراه نفسها، ندعم الفريق ايا كان القرارات اللي ممكن خلال الساعات اللي جايه. احنا في ظهر الفرقه، الاهلي في 2012 خد دوري ابطال افريقيا بدون حضور جماهيري، في 2013 بدون دوري وبدون حضور جماهيري الا في المباراه النهائيه قدر ياخد دوري ابطال افريقيا. الاهلي بيتحدى الصعاب ايا كانت الظروف، كسب الترجي في رادس حتى لو بحضور 30,000 لكن قدر يكسب الترجي. لعيبه النادي الاهلي رجاله وكلنا في ظهر الفرقه سواء حضرنا او ما حضرناش، وباذن الله الاهلي يقدر ياخد بطوله، لان خدوا بالكم فريق البطولات اسمه بيكبر وبيتولد من رحم هذه الصعوبات، والصعوبات اللي بيواجهها الاهلي ان شاء الله هتكون دافع قوي انه يقدر يعني يحرز الكاس، وباذن الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي.